اوف اخيرا نزلوا الحمد لله. بس لاحظت على خير. ايه يا معلم نور. رئيس عبدو عامل ايه اخبارك؟ الله يخليك يا رئيس. الله يبارك لك. ايه نزلوا كم بلوكة؟ 8000 يا رئيس. 8000؟ اه. طب خلاص اروح انا اجيب زيت للجرار واجي لك. خلاص روح ربنا معاك يا رئيس عبدو. ماشي ماشي يا كبير. ماشي حبيبي. الله يخليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلم نور. الله يخليك يا كبير. عامل ايه؟ عامل ايه اخبارك؟ الله يبارك لك يا حاج سلمان. انا جاي لك من طرف الحاج جابر. الله يسعد بيك. والله كنا عايزين منك اللهم صل على النبي بلوكات حلوين دول. كل حاجه حلوه ان شاء الله. كنا عايزين 10000. اللي عاوز يا باشا موجودين. تمام حملهم لي متى ان شاء الله؟ بلوكيت الساعه 3 على الساعه 4:30 هيكونوا عندك ان شاء الله. الساعه 4 بالظبط ونص تكونوا عندي ان شاء الله. من عادي ولو الساعه 5 عادي كده كده البنا جايه بكره. خلاص تمام ماشي. خد دول تحت الحساب. تمام. لما يجي ينزلوهم عند البيت اديك باقي حسابهم. خلاص تمام يا تمام معلم نور. بس حاجة. من دول الحلوين. لا ان شاء الله من دول هم 10000 حيجيبوا لك كلهم على طول. تمام يا غالي. السلام عليكم. تشرب شاي تعالي. لا خليه. ماشي يا خالد. اه معلم نور. اه رئيس عبدو عامل ايه؟ لا خليك ما لقيت ليه؟ ما انا بعتت الواد هو اللي يجيب الزيت فجاني التليفون انا في الطريق فعشان كده رجعت لك. ماشي يا رئيس عبدو. انت بتقول لي نزلوا 8000 بلوكه صح؟ ايوه هم يا بوس. فين هم؟ انا التليفون اللي جاني قالوا لي احنا نزلنا لك 10000 يبقى ازاي 8000؟ يا رئيس عبدو هم جماعه بتوع البحر هم اللي نزلوها. هضحك عليك في 2000 بلوكه ليه؟ لا مش هتضحك عليك. السلام عليكم. هم غلطوا. السلام عليكم. معلم عبدو عامل ايه؟ الله يبارك لك يا غالي. حبيبي معلم نور معلش ال 10000 بكره انا قلت لك عليهم عايزين خمسه باص. الخمسه انا ارجعهم. اللي تعوز يا شيخ. بدل ما يتركنا عند البيت والكلام ده. خلاص ماشي. ماشي يعني بعد خمسه بس ان شاء الله. حاضر من هنا الاثنين. ماشي. يعني انت اتفقت مع ال 10000. ايوه وصل عربون منهم ينزلهم هياخد الباقي. نورت الدنيا يا خالد. حبيبي السلام عليكم. يعني انت من الصبح عامل لعبه علي. يجي الزبون يقول 10000 ويجيني التليفون من بحر يقول 10000. كذبت الناس كلها وتطلع انت الكذاب. ليه يا اخي كده يا اخي؟ ناقصك ايه انت؟ ايه اللي ناقصك انت عشان تعمل معايا كده؟ يا اخي خليتك كلمتك تمشي على الناس كلها في المحجر، خليتك تحاسب الزبائن، خليتك تقعد على المكتب جوه وتحط رجل على رجل، خليتك تتحكم في الناس كلها وتيجي بعد ده كله تضحك عليه في 2000 طوبه. ايه اللي انا عملته معاك عشان تعمل معايا كده؟ حقك علي. معلش معلش ده صرفها فين؟ كنت محتاج فلوس والله العظيم ضروري يا رئيس عبدو. حتى لو محتاج فلوس قول لي يا رئيس عبدو انا محتاج فلوس واديك اللي انت عاوزه. يا اخي تضحك علي. معلش تضحك علي. هات الفلوس اللي ادالك الزبون طلع 8000 وهم نزل لك 10000 ما اشوفكش هنا تاني فاهم ولا لا؟ ما اشوفك لايش يا رئيس عبدو؟ ما اشوفكش هنا تاني انت اللي قطعت عيشك بايدك يلا نشوف يا رئيس عبدو هذا اخرة الايام اللي حاد